من الحاجات برضو الجميلة جدا في الفترة دي انه في ناس بتروح عاملة ايه حبايبي، يوم ليلة اول ليلة من العشر الاواخر تبقى مجهزة زي مبلغ مالي كده، هي مقسماه على ال10 ايام عشان تبقى الله كل ليلة طلعت صدقة الله وتأكدت ان هي ممكن تكون واحدة منهم ليلة ليلة القدر. القدر، يبقى هي طلعت في الليلة دي الصدقة. فضل الصدقة عظيم جدا برضو يا نور. ده بصي يا عبير، سبحان الله، العلماء بيقولوا ان ليلة القدر خير، زي ما ربنا قال في القرآن، خير من 1000 شهر. كنت زمان قعدت حسبتها لقيتها حاجة و80 سنة، قلت بس يبقى هي ليلة القدر دي لو صلينا ركعتين كأننا بقالنا 83 سنة بنصلي، لو الله تصدقنا صدقة كأننا بقالنا 83 سنة بنتصدق. كنت جميل عايشة بالمبدأ ده لحد ما سمعت حد من كبار العلماء، ربنا يحفظهم كلهم يا رب، يا كل رب علماء آمين المسلمين، يا رب. قال كلمة حلوة جدا، قال انت جبت منين ان 1000 يعني حاجة وثمانين سنة؟ 1000 شهر، احنا لو على الكالكوليتر 1000 هنقسمها على أي 12 شهر، هتطلع حاجة وثمانين، بس انت مين قالك ان ده مقصد ربنا تبارك وتعالى؟ الآية هنا معناها المبالغة، لان العرب كان اقصى رقم يعرفوه 1000، حتى كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لك يحفظوا 1000 1000 حديث، كلمة مليون ما كانتش ما عندهم، كانتش موجودة. فما يعرفوش يقولوا مليون فيقولوا 1000 1000 حديث، فكلمة 1000 دي كانت أقصى رقم عند العرب. يعرفوه. فربنا قال 1000 شهر، زي ما أقول لك إيه، تريليون سنة، ده أقصى رقم أنا عن الله نفسي أعرف. سبحان الله. فلما ربنا يقول خير من 1000 شهر، يعني دي ممكن خير يكون العدد ده مفتوح. لا سبحان نهائي الله سبحان لا الله. نهائي. فالصدقة في اليوم ده كأنك بقالك مش عمرك كله بتتصدقي، ده كأن في أعمار فوق عمرك وربنا يديك الأجر ده كله. يا صلاة ركعتين، الدعاء، التسبيح، الذكر، تمسك سبحتك كده وتقعد تصلي على سيدنا عليه الصلاة والسلام، كأنك بقالك أكبر رقم إن البشر تعرفه عمال تصلي على سيدنا، وسيدنا يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني العشرة أيام دول بقى على قد ما نقدر نحاول نتقطع شوية من الدنيا على قد ما نقدر. في ناس بتشتغل، في ناس ربات منزل، ما تقدرش تتقطع عن الدنيا، بس تقطعي بقلبك. أنا بشتغل بس أنا كأني روبوت دلوقتي مع البني آدمين، أنا قلبي مقطوع مع ربنا مع سبحانه ربنا وتعالى. سبحانه وتعالى. صحيح.